الرياضية المفصلة من الميادين. أهلا بكم. عشاق كرة القدم يصفون ليونيل ميسي بإله اللعبة الشعبية، والبابا فرانسيس لا يرى في هذا التعبير أي نوع من التدنيس. رأس الكنيسة الكاثوليكية لم يخفي إعجابه المطلق بمواطنه ميسي، وذلك في مقابلة مع القناة السادسة الإسبانية. البابا فرانسيس وصف خسارة الأرجنتين أمام فنزويلا بالقاسية، ولا سيما أنها تزامنت مع عودة ميسي إلى الألب السيليستي. لا يتوقف أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا عن إظهار دعمه المطلق للحكومات اليسارية في أمريكا اللاتينية بوجه الولايات المتحدة. مارادونا أهدى فوز فريقه دورادوس دي سينالوا على تامبيكو في الدرجة الثانية المكسيكية إلى الرئيس مادورو. بطل مونديال 86 دعا الشعب الفنزويلي إلى الصمود، وذكر الطاغية ترامب واليانكيز على حد تعبيره بعدم التفكير ولو مرة واحدة بأن شعوب أمريكا اللاتينية يمكن شراؤها. لم يعرف ليل العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس الهدوء نتيجة الاحتفالات التي عمت مختلف الشوارع بعد فوز ريسينغ باللقب المحلي. كيف كانت أجواء اللقاء في المرحلة ما قبل الأخيرة وما رافقها من فرحة عارمة في التقرير التالي. للمرة 18 في تاريخه حصد راسينغ لقب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. حتى الجولة 24 انتظر نادي العاصمة الأرجنتينية ليحصد اللقب حسابيا بعد نيله نقطة واحدة من مباراته أمام مضيفه تيغري بعد التعادل بهدف لمثله. عامل آخر جعل التتويج يتحقق في الجولة ما قبل الأخيرة، وهو سقوط ديفنسا إيخوستيسيا أقرب ملاحقيه في فخ التعادل الإيجابي أمام أونيون. في المحصلة رفع راسينغ رصيده إلى 56 نقطة لتفصيله 4 نقاط عن ديفنسا إيخوستيسيا الوصيف، ويصبح ثالث أكثر فريق تتويجا بالدوري الأرجنتيني بعد ريفر بليت الأول ب 36 لقبا وبوكا جونيورز الوصيف في المركز الثاني مع 33 لقبا. الفرحة عمت مختلف شوارع العاصمة، الآلاف نزلوا الساحات وعبروا عن فرحتهم الهستيرية، حتى وصل الأمر للبعض إلى التعبير بالبكاء. لا أعرف كيف يمكنني وصف حالتي خلال المباراة، لقد بكيت وهتفت بأعلى صوتي، لا أعرف ماذا أقول، أود فقط أن أشكر اللاعبين. بالنسبة إلي الراسينغ هو كل شيء، لا يمكنني شرح هذا الشعور، لكن الراسينغ هو أجمل أمر في حياتي. الاحتفالات العفوية ترافقت مع احتفال اللاعبين على طريقة الأبطال في الملعب بعدما كسروا هيمنة بوكا جونيورز في الموسمين السابقين وأعادوا الكأس إلى خزائن ناديهم بعد غياب 5 أعوام. تبوأ ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مجددا بعدما حسم قمة المرحلة 32 على حساب ضيفي توتنهام بهدفين لواحد. لعب الفرعون المصري محمد صلاح دور البطل بعدما أسهم في اقتناص هدف الفوز للريتس في الدقائق الأخيرة، مستفيدا من هفوة قاتلة من حارس النادي اللندني إيغو لوريس والمدافع توبي ألدرفيلد. ليفربول سعي إلى لقبها الأول منذ نحو 3 عقود، رفع رصيده إلى 79 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يملك مباراة مؤجلة ضد جاره مانشستر يونايتد. احتاج ريال مدريد إلى جهود مضاعفة ليحقق فوزه الثاني تواليا في الحقبة الثانية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان. جاء الانتصار على حساب هويسكا متذيل الترتيب ب3 أهداف لـ2 ضمن المرحلة 29 من الدوري الإسباني. وبرغم تواضع مستوى الفريق الضيف بدا الميرينجي عاجزا عن الوصول إلى الشباك. بينما كانت الكفة متعادلة بهدفين اقتنص كريم بنزيما هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة وأنقذ الملكية من الحرج وعزز موقعه في المركز الثالث. اقترب سلتيك من النجمة الخامسة في الدوري الاسكتلندي الممتاز بعدما قهر غريمه غلاسكو رينجرز ب2-1 في المرحلة 31. كعادته لم يتوانى جمهور السلتيك عن رفع العلم الفلسطيني، وتوج الفريق الأخضر باللقب في 49 مناسبة وبات قريبا من الاحتفاظ به للمرة 8 تواليا. سجل هدفي سلتيك أدوارد وفورست، بينما سجل كنت هدف رينجرز، ويتصدر سلتيك الترتيب ب73 نقطة بفارق 13 نقطة عن غلاسكو الوصيف قبل 7 جولات من الختام، علما أن رينجرز توج باللقب 54 مرة. عزز نابولي وصفته لترتيب الدوري الإيطالي بعدما اكتسح مضيفه روما ب4-1 في أبرز اللقاءات المرحلة 29. للموسم الثالث على التوالي يعود نادي الجنوب بالانتصار من ملعب العاصمة الأولمبي. وعاد نابولي الفارق الذي يفصله عن يوفنتوس المتصدر إلى 15 نقطة.
استحق نابولي فوزه 19 هذا الموسم، حيث سجل أهدافه كل من أركادياس ملك ودرايس ميرتنز وسيميون فيردي والألماني اللبناني الأصل أمين يونس، بينما سجل لروما الأرجنتيني دييغو بيرت. وأبقى لاتسيو الصراع على المركز الثالث مفتوحا بإسقاطه إنتر ميلانو بهدف في ملعب جوسيبي ميادزا في سان سيرو، وصعد لاتسيو إلى المركز الخامس بفضل لاعبه الصربي سيرجي سافيتش، ورفض نيراتزوري الهدية التي قدمها إليه سامدوريا بإسقاطه الجار اللدود أي سي ميلان، حيث بقي الفارق نقطتين بين قطبي العاصمة عاصمة الموضة. أربع نقاط تفصل باريس سان جيرمان عن الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي بفوزه الصعب على مضيف تولوز بهدف في المرحلة الثلاثين، ويدين نادي الأمراء بالانتصار لنجمه الدولي كيليان مبابي الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين ب 27 هدفا. سان جيرمان حقق فوزه الثامن تواليا ليرفع رصيده إلى 80 نقطة متفوقا بفارق 20 نقطة عن ملاحقه ليل، ويمكن لنادي العاصمة حسم اللقب نهائيا إذا تغلب في المرحلة المقبلة على ستراسبورغ شرط عدم فوز ليل على رامس. استعاد شالكي توازنه وانتزع الفوز الأول بقيادة مدربه الجديد يوب ستيفنز، وجاء على حساب مضيف هانوفر بهدف في المرحلة 27 من الدوري الألماني، ونجح سواتسردار في منح الأزرق الملكي النقاط الثلاث بإحرازه هدف المباراة الوحيد، ورفع شالكي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، إلا أن الفريق لا يزال في دائرة الهبوط إلى الدرجة الثانية. وسبق للمدرب الهولندي أن قاد الفريق إلى لقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 97. شدد أياكس أمستردام الخناق على غريمه التقليدي أيندهوفن متصدر الدوري الهولندي بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لواحد في المرحلة 27. أياكس ألحق الخسارة الثانية بالمتصدر هذا الموسم. دانيال شفاب تقدم لأياكس خطأ في مرمى فريقه، وفي الشوط الثاني نقصت صفوف أصحاب الأرض إثر الطرد المغربي نصير مرزاوي. سجل ليوك ديونغ التعادل للضيوف، إلا أن الصربي دوسان تاتيج وديفيس نيريس تسجلا مرتين ليمنح الفوز لفريق المدرب إريك تين هاخ، وتقلص الفارق في الصدارة إلى نقطتين. 100 لقب ولقب، بات رصيد روجر فيدرر في ملاعب التنس. المخضرم السويسري توج بكأس دورة ميامي الأمريكية ثانية دورات الماسترز للألف نقطة، وجرد فيدرر جون إيسنر من اللقب بعدما تفوق عليه في النهائي بمجموعتين بواقع 6-1 و6-4 ب63 دقيقة. اللقب هو 28 لفيدرر في دورات الماسترز، وكانت مشاركة السويسري في جولته الأمريكية مثمرة، حيث بلغ أيضا نهائي دورة إنديان ويلز قبل أن يخسر أمام النمساوي دومينيك ثيم. إلى حلبات السرعة وبطولة العالم للفورمولا 1، بطل العالم لويس هاملتون استفاد من سوء حظ فيراري ليحقق فوزه الأول هذا الموسم على حلبة صخير البحرينية، انتصار لبريطاني أمام زميله فالتيري بوتاس الذي حل ثانيا، وسيطر ثنائي الحصان الجامح شارل لوكلير والألماني سيباستيان فيتيل على السباق، لكن محرك السيارة الأحمر عرض لعطل حرمهما تحقيق الإنجاز، سيما لوكلير الذي أنهى السباق ثالثا، والثنائية هي الثانية لمرسيدس بعد جائزة أستراليا. وفي سباقات الدراجات النارية، نجح بطل العالم في موتو جي بي مارك ماركيز في تحقيق انتصاره الأول هذا العام غداة فوزه بجائزة الأرجنتين الكبرى. الإسباني هيمن على مجريات السباق من البداية حتى النهاية، كان سهل حملة الدفاع عن اللقب العالمي بالحصول على المركز الثاني في جائزة قطر على حلبة لاسال. هذا الفوز هو 45 للسائق هوندا في فئة موتو جي بي والواحد والسبعون في الفئات الثلاث. حل الأسطورة الإيطالي فالنتينو روسي على متن ياماها ثاني الترتيب. في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، أوكلاهوما سيتي ثاندر مني بخسارتها 33 هذا الموسم أمام ضيفه دالاس مافريكس بفارق 3 نقاط. لم تؤثر الخسارة في تأهل ثاندر إلى الأدوار الإقصائية، كان أفضل مسجل في صفوفه راسل ويست بروك صاحب الثلاثية المزدوجة ب 25 نقطة و11 متابعة و11 تمريرة حاسمة، وهذه هي التريبل دبل 30 هذا الموسم لويست بروك، وهو الفوز 30 لدالاس صاحب المركز ما قبل الأخير ترتيب المجموعة الغربية.
وفي مباراة مثيرة تغلب أتلانتا هوكس على ضيف ميلواكي باكس بفارق نقطة واحدة فقط. هذه الخسارة هي 20 هذا الموسم لمتصدر المنطقة الشرقية الذي ضمن مبكرا تأهله إلى الأدوار الإقصائية. غياب النجم اليوناني جيانيس أنتيتيكونومبو أثر سلبا على ميلواكي في حين لم ينفع تألق زميله برون ستيرلينج صاحب النقاط 27. وبرغم الفوز بقي أتلانتا 12 ترتيب المنطقة الشرقية وأفضل لاعبيه جاستن أندرسون ب 24 نقطة و 12 متابعة. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية في نشرتنا المفصلة. نشكر لكم حسن المتابعة. بأمان الله.